المصاريف المقرره. ايوه يعني ايه المصاريف المقرره؟ يعني انا صاحب المدرسه بيقول للوزاره انا مصاريفي 10 جنيه، فالوزاره يا توافق يا ترفض. طب اذا وافقت الوزاره، بص بقى المفاجاه الثانيه، في بعض المدارس الخاصه بتلاقي كسوق بقى عرض وطلب، ما تقدرش حتى تنفذ المصروفات دي، تقلل عنها كمان. هو ده المهرب، تقلل عنها. هو الناس ده ممكن تقول لي ايه ده للدرجه دي انت يعني؟ لا والله ده الحقيقه. ولكن المخالف، خلينا نتكلم بشكل عملي بقى، المخالف ابعتيه اسمه وانا هتشوف هناخد معاه اجراء ازاي. طيب اديني في زياده غير على المدارس الدوليه 7%؟ لا لا لا، هو زي بس نظام قرار سنويا 7% ده على كل المدارس الخاصه. طبعا المواضيع فيها تفاصيل كتيره، ممكن يعني عشان تحت الوقت، بس بتكلم على الزياده الطبيعيه اللي هي كتابه دور الناس عشانها. تمام. دلوقتي لو انا بدفع لابني او لبنتي 50,000 جنيه في السنه مصاريف، كويس، هتزيد 7% بس. بس برضه عشان ايه؟ انا عايزه، انت برضه انا عايز ايه؟ اتاكدي الاول ان 50,000 جنيه دي المصروفات المقدره مع الوزاره، ممكن صاحب المدرسه. ما هو ده اللي انا عايز افهمه منك يا فندم، يعني ايه المصروفات المقرره؟ ايوه اقول برافو عليكي، يعني ايه تمام. المقدره؟ برافو، سؤالك سؤال كويس جدا. مصروفات مقرره يعني انا بقول حساباتي في المدرسه وميزانيتي بتكسب بتخسر، فبنتفق مع الوزاره على رقم معين، فنقول مثلا خلاص اتفقنا على 50,000. كويس؟ ساعات صاحب المدرسه ما بياخدش ال 50,000 كلهم، بيقول لولي الامر هياخد اقل منهم عشان السوق برضه عرض وطلب، يعني ده ساعات بياخد اكتر. يقلل. يا فندم؟ ده بياخد اكتر. لا يا فندم، في مدرسة بتاخد اقل من لا المصاريف. يا فندم، امال هي عاملة المصاريف ليه يا فندم؟ مدام عزة ابعتي لي بس اللي بياخد اكتر اشوف هو مين ده؟ ها؟ مين دوت يعني اللي مش سامه حد ده؟ لا اكتر، ما حضرتك قلت لازم يتأكد ان دي المصاريف ايوه المقررة. بيتأكد منها منين؟ من الوزاره او المديريه او الاداره. موضوع سهل خالص. الفكره المدرسه الخاصه فيها حوكمه غير طبيعيه، بس الناس يعني ساعات ممكن على فكره المدرسه تكون مشكله، وارد جدا. مش عايزين وارد. نطلع الناس عمالة على بطال غلط يا سيادة النائب. ايوه المدرسه اللي بتخل لا نشتكيها بقى، حتى لما نسيء الاخرين. تمام. صح طيب كده؟ انا على الهوا، وحضرتك اللي اديتني الفرصه دي، انه يا جماعه اي لانه دلوقتي بتدفع المصروفات مش كده؟ لا لا لسه واحد لسه واحد. دلوقتي بتعلن المصروفات، ممكن عشان برضو الامر يبقى عارف يعني. تمام. عايز يجدد ابنه او يكمل ابنه. تمام. طيب مجرد ما يتم عرض المصروفات، وحضراتكم كاولياء امور تعرفوا مصروفات ولادكم كام، لو زادت عن 7% المصروفات المقرره ابعتوا لي على صفحه الدوليه ابعتوا لي أيوة. على صفحه البرنامج، وحضرتك تشرفنا ونتناقش ونفتح تليفونات مع اولياء. انا جاهز في اي وقت، ويا ريت نفرض مساحه اكبر شويه للجزء بتاع التعليم، وانا جاهز في اي وقت. تمام، اوكي، بشكرك يا سيادة النائب. شكرا شكرا جزيلا. شكرا.